تكلمت وقلت أن هذا الاختيار غير صائب وأن هذا الاختيار غير صحيح ولا يخضع للمعايير التي نختار من خلالها الناخب الوطني. السيد ماجر اللاعب لا يختلف عليه اثنان هو قدم خدمات كثيرة للكرة الجزائرية سواء كان على المستوى المحلي أو المستوى القاري كذلك لو لم يكن عندك الشخصية المدرب وكاريزمة المدرب الذي يؤثر بالإيجاب في اللاعب صعب من الصعب جدا أن تخرج من هذه الأزمة إذا أزمة نفسية بسيكولوجية أن تجمع العقل والجسد مع بعض داخل الميدان اللاعبين المنتخب الوطني الجزائري <applause> عقليا يمكن يكون داخل الميدان ولكن جسديا غير غير موجودين في الميدان وفي بعض الاحيان يكونوا جسديا وعقليا غير موجودين السيد يعني بعيد كل البعد عن الملاعب وبعيد عن كل البعد عن الكره الحديثه التي هي موجوده الان سواء يعني من جانب العلميه أو من جانب التطبيقي داخل ارضيه الميدان وكثر الكلام كثيرا عن المنتخب الوطني الجزائري في الاونه الاخيره منذ ذهب المدرب غوركوف الى ريفاس الى المدرب اللي جاء من بعده الى المدرب المغمور اللي جاء من بعده هذا الاسباني آه كاراز وكذلك ربح مجار كلهم شاركوا لربما كلهم داروا زوج مباريات او ثلاث مباريات لكل اسمه المنتخب هو منتخب كل الجزائريين وليس منتخب مجموعة لا نسميه منتخب محلي ومنتخب آه آه جاءنا من برا يعني ولكن لابد احنا وصلنا الان الى ثقافة انه هذا المنتخب منتخب هو ملك للجميع مثل ما قلت اخي الكريم ان التوجه للعب المحلي انا نقول لهم لابد ان نتوجه اولا في تقوية البطولة المحلية لابد ان نصهر على بطوله محليه قويه ونصهر على تكوين مدربين لهم الكفاءه الكامله في اخراج هذا اللاعبين لحد الان هذا غير متوفر في البطوله الجزائريه، له متوفر من يصنع اللاعب وله متوفر اللاعب الذي بامكانه ان يدفع عن الوان الوطنيه، اما ننهز لاعب من اجل اننا نتباهى به ان عندنا لاعبين محليين داخل المنتخب فانا نظن اننا سندفع الثمن غالي جدا، المنتخب يلعب فيه افضل اللاعبين وافضل اللاعبين الذي يراهم زكريا الان هم اللاعبين الذين ينشطون في البطولات الاوروبيه، اللاعب يلعب في بورتو والثاني يلعب في ليستر والثالث يلعب في نابولي، ما واحد يلعب في نابولي يلعب في اي في اي في اي فريق جزائري غير متوفر الان حاليا ابدا. كانت عندي بعض الاتصالات سواء كان داخل او خارج الوطن لكنها كلها لا تتماشى ولا تتناسب مع طموحاتي. انا دائما قلتها في عده مناسبات انني اطمح في تدريب فريق له مشروع رياضي كبير وأريد أن أطبق مشروعي الفني في هذا الفريق من أجل نيل ألقاب ومن أجل إعطاء الصورة التي أأمل دائما أن أعطيها الصورة التي أعطيتها في ظرف قصير في وفاق سطيف والصورة التي أعطيتها في ظرف قصير في مولودية العاصمة أريد دائما أن أعطي هذه الصورة